قر حديث يجمل حديث. كلثوم ما تحيرش روحك برشا وتقول على شنو باش يحكي، خاطر الموضوع والمقدمة والجوهر والخاتمة ما ينجم يكونوا كان على الجنوب، كان على بنقردان، كان على هيك الأحرار والحراير في قواتنا المسلحة وفي أهالي هالمدينة العزيزة اللي تحولت في أيام قليلة الحطين تونسية، القادسية تونسية، جميل، ستالينغراد تونسية، الإلياذة جنوبية تونسية. رائع. قالك عندهم أشهرة ويمكن سنين والجرابع نتاع داعش يحضرونا في ضربة لا تقرأ ولا تكتب، حضروا السلاح والعتاد والتوقيت والخونة اللي باش ينفذوا أوامر سيادهم مقابل دوزة كابتاغون، واختاروا بنقردان وماشي في بالهم اختيار صايب، وهما يقولوا في قلوبهم هذه بلاد مطرفة بعيدة على العاصمة وساق في تونس وساق في ليبيا، ويمكن يقولوا زادة اللي المواطنين متاع بنقردان ناس منسيين يسمعوا بالتنمية سمعان وقلوبهم معبية مش على الحكومة بركة، أما تغلي غليان على تونس بكلها وناقم على نشيدها ودرابوها وانتمائها لازم ضعيف. بهالحسابات هذه ضربوا الإرهابيين أخماسهم في أسداسهم وقالوا هذه فرصتنا وهوني قاعدتنا باش نفكوا أرض ونقيموا إمارة داعشية كيما الرقة وإلا الموصل. لكن أما ما عرضوهمش بالورود، لكن في ساعات قليلة ورغم قوة المفاجأة والأسلحة المتطورة اللي كانت في يد المجرمة والعدد متاعهم وكسوحية قلوبهم اللي كانت كيما التتار ما تعرف كان القتل الأعمى والتدمير، رغم هذا كله وقفت لهم المدينة كلها وقفت سيودة وانتفض جيشنا المفدى وكأنه جيش الإسكندر ودار عليهم وكلهم ماكلة بسنيه. الجيش الباسل وشرطتنا وحارسنا وديوانتنا بيد واحدة وقبضة حديدية دخلوا على الدواعش ولقنوهم درس عمرهم وعمر مشايخهم اللي بعثوهم ما ينساوه، ومع الرجالات هذوما وعلى يمينهم وعلى يسارهم وراهم وقدامهم كان فما شعب بطل ما منوش اثنين في العالم أجمع. والله يا كلثوم، والله يا مولدي، والله يا حسن، هذه ما هيش فخرة وإلا إنشاء بمناسبة حماسية، إنما هذا كلام قالت وكالات أنباء عالمية ومحلين سياسيين من بلدان بعيدة وخبراء عسكريين يعرفوا شنو معناها داعش وقدراتها والشي اللي عملته في بلدان عدد سكانها ومساحتها وفلوسها وأسلحتها وخردوات أسلحتها أكبر عدة مرات من اللي عنا في تونس. هذو ما شافوا هالدمالة اللي حايرين فيها القوى العظمى بعد ما أسسوها وعشعشوها واللي اسمها داعش، شافوها كيفاش هي تضرب في التوانسة والتوانسة يتيحوا ويقوموا ويرجعوا لها الضربة بعشرة، هما يقتلونا شهيد بالغرة واحنا نصطادوا منهم ستة وسبعة وثمانية كلاب فرد ضربة بسلاح الجيش بسلاح الأمن بسكاك المواطنين بالحجر بالعصي بيران الحديد بسلاسل البسكليتات وبكل ما يسميه جيفارا بحرب التحرير الشعبية. وكما فما معارك في التاريخ غيرت وجه التاريخ وزادت حاجة مهمة للفن العسكري، أكيد أكيد معركة بنقردان باش يخلدوها في الكتب والذاكرات وتكون علامة فخر في حضارتنا التونسية ومدونة جيشنا الوطني الشعبي. لكن نحب نختم بحاجتين كلثوم، أولا بعض النخبة متاعنا على حسن نية وإلا بسوء نية حبت تتوظف هالحدث الجلل بعدة طرق، ومنها القراءة الغالطة للتاريخ وإطلاق أحكام ما هيش في بلاصتها، خاطر اللي صار نهار 7 و8 مارس و9 مارس 2016 مش ممكن مثلا يتشابه مع أحداث قفصة اللي وقعت عام 79، لا من ناحية التعاطف الشعبي اللي يلزم نذكره اللي وقتها كان مع الكوموندوس وتوى ولا مع الجيش والأمن تعكست الصورة، وإلا من ناحية نظامنا اللي كان وقتها استبدادي أناني مفروض بالقوة على الشعب اللي كان يتمنى يتخلص منه بأي وسيلة. اليوم تونس رجعت لأولادها وولت أمانة بين يديهم وما يملكها حتى النظام، واليوم الشعور بالانتماء الوطني ولا حقيقة والتعبير عليه ما عادش تقفيف للحاكم. كما زاد اليوم ولات الخيانة تلعب معانا بالمكشوف وعملاء الشرق والغرب على أقل حاجة يتفضحوا، وهنا نسمعوا في مواقف ناقمة وتصرفات انتقامية تمس جيشنا وأمننا في الوقت هذا بالذات، وهذه مش ممكن تكون مواقف بريئة. ولو كان جات عنا مؤسسات نزيهة وغير مخترقة رانا وصلنا لبرشة نتائج وقصينا برشة ريوس، لكن هذيك حكاية أخرى. والحمد لله اللي رجالاتنا حلوا المشكلة في بنقردان من أساسها ورتحونا من حكمة ما تمسكه اليوم تطلق سراحه غدا. النقطة الأخيرة،
هي أنه بنقردان وغيرها من مناطقنا المهمشة قامت بواجبها الوطني وزيادة. إيه عاد وقتاش يولي عندها حق في بلادها وتخلط على جزء من الكعكة اللي خلاوه الأحزاب والنواب؟ الراجل بو الشهيدة سارة قلكم بكل شهامة الرجال، بلادي قبل أولادي. وعصابة الطماعة والجواعة تقول لنا في قلبها لا، بل أولادي قبل بلادي وفادي قبل أولادي. خليهم يقولوا اللي يحبوا، خاطر يجي نهار ويحصلوا كلهم في المنداف كذبوع. ومن هون لوقتها نقولوا احنا يرحم شهدائنا وربي ينصرها العزيزة العزوزة تونس ورجالها وبناتها في أرضها وفي خارج أرضها، في شمالها وجنوبها، وخاصة في زهرة جنوبها للاتنا بنقردان. الإذاعة الوطنية التونسية.